نشوف رأي الشارع. طيب تمام يلا بينا. أنا بقول لها الخسارة القريبة ولا المكسب البعيد؟ الواد ده ما ينفعش، وكويس إنها لسه على البر، كويس إنها لسه على البر، وربنا يعوض عليها ترجع له الشبكة بتاعته. بناقصها تحكماته كتير جدا جدا ملهاش أي معنى. ماشي الغيرة برضو لها حد، يعني تبقى معقولة ومنطقية، مش على كل حاجة كده. أنا شايف العادة مش كده أبدا، أقصاها سنة، أقصاها سنة. أنا مجوز بنات وعندي قرايبي كتير وعندي إخواتي كلهم، يعني خلال سنة يكون كل حاجة انتهت. تعيش زي ما الناس كلها عايشة، ما في ناس بتتطلق بعد ما تخلف، وفي ناس جوزها بيموت، بيعيشوا إزاي؟ عادي تعيش. ده كان أكبر غلط إن هي اتنزلت، وإن هي قعدت فترة خطبة طويلة قوي. ممكن برضو هي برضو تكون حاجة كويسة إن هي عشان اكتشفت شخصيته وكده. ممكن لو كانت مثلا قعدت فترة قصيرة كانت اكتشفت الحاجة دي بعد الجواز، مش آخر واحد في الدنيا يعني. أكيد هيجي لها فرص كتير إن هم تمسكوا بواحد بكل العيوب ديت. لا يعني أنا مش شايفة إن دول يعني هم مثلا فكرتهم إن هم عايزين بقى يجوزوها وخلاص، وحد إحنا عارفينه وتربي معانا وكده. بس برضو إن أنا مش هرمي بنتي في أي حتة وخلاص. يعني هي الشبكة حقه بصراحة، يعني ان انا مثلا دفع مبلغ والحاجات، طبعا كل الحاجات دلوقتي غالية، فانا بصراحة ان انا اخدها. وذوقية من اهل ايه المفروض، يعني الحاجة دي اصلا المفروض يعني بتبقى ذوقية ما بين الاهل وكده، ان هو اللي بيودي الحاجة. يعني انصح ايه ان هي ديت مش اخر الدنيا، وان هي تحاول تبص لحياتها، لسه الدنيا واسعة قوي قدامها، وتاخد الحاجة ديت تخطبها يعني زي نظام تجربة عشان تغير نظرتها للحياة بعد كده وتفكر بطريقة أحسن. والله قصة صعبة جدا، والواحد صعبان عليه البناية نفسها، صبرت السنين دي كلها وفي الآخر راحت على فشوش. والله ما تعرفش، ممكن يكون عينه زايغة، زاغت على حد تاني، الله أعلم. ممكن في احتمالات كتير، بس الإنسان اللي زي كده نخلص منه ما دورش على وراء أي حاجة. أهلها غلطانين إنهم صبروا عليه الفترة دي كلها، ان هي لسه تحت طوع اهلها. فتره الخطوبه دي تحت طوع اهلها، رايها ما يبقاش من دماغها. اقول لها لما تختاروا حد احسنوا الاختيار قبل ما تبداوا تتكلموا في اي حاجه. مش من حقه يتحكم فيها، لان الست طول ما هي موجوده في بيت اهلها ما حدش ليه كلام عليها غير والدها او اخوها الكبير، وده السيد في العرف طبعا في كل مكان. لا والله انا ما برشحش مده 3 سنين. هي الخطوبه معناها تعارف، زي الجواز كده معناه الاشهار والاعلام. بس حضرتك والله من وجهة نظر الشخصية أنا شايف اللي هي سنة كويسة، سنة تعرف كويسة. طول ما الفترة بتاعت الخطوبة طويلة، طول مشاكلها ما بتكون أكتر. في ناس مثلا بتقول لك لا، لو هي اللي مفشكلة لا من حقه ياخد حاجته، ولو هو اللي مفشكل مش من حقه ياخد حاجة. وبعدين دي بتبقى في البداية وفي النهاية هدايا.